يبدو أنه كتب برواية في معنى بنك القلق، ورواية فيها البعد المسرحي. دكتور طلال درجاني، هذا بعد الفسحة الصغيرة في الاقتصاد نعود إليك ونجدد الترحيب. وأيام قرطاج المسرحية ساعة بإيجاز، كيف تقيم حركية الأيام، حركية عروضا وندوات؟ بشكل عام جيدة. نعم. بشكل عام جيدة. نعم. ولكن ما في شيء كامل ومتكامل. نعم. بدل في ثغرات، ولكن أيام قرطاج المسرحية هي حدث عالمي. هذا الحدث العالمي يعني أبعد من حدث عربي. نعم. الأعمال المتوفرة أنا برأيي هذا ما متوفر بالوطن العربي، مش نعم. مشكلة أيام قرطاج المسرحية إذا نعم. في أعمال دون المستوى. هذا إنتاج الوطن العربي، إنتاج الوطن العربي على مستوى كان الباحثين أو كان على مستوى الفنانين أو الأدباء و ولكن هذا الإنتاج العربي اللي موجود يتحمل مسؤوليته الفنان العربي اللي موجود اللي جاي من البلد. نعم. ونحن بدنا نعود لأمور النشأة اللي موجودة سببها عدم وجود تربية حقيقية فنية. نعم. هيدا بده يعمل خلل استاذي. نعم. بده يعمل خلل بمستوى العروض اللي موجودة. نعم. بده يعمل أزمة حقيقية. نعم. نعم. من خلال النص، من خلال الإخراج، من خلال التمثيل، من خلال كل مكونات العرض المسرحي. نعم. دكتور طلال، يعني أنت بالصدفة جالس أمام